نضمنا كمان على التليفون الفنانة جمانة مراد. برحب بحضرتك معانا أستاذة جمانة، والبقاء لله يا فندم. مساء الخير يا لبنى، أهلا البقاء أهلا. لله والحمد لله على كل حال. ربنا يرحمها يغفر لها يجعل مثواها الجنة. كانت ست عظيمة، كانت هي أم بمعنى الكلمة لكل الناس. طبعا هي ست لا تتكرر. يعني أنا كانت بداياتي معاها، أول ما جيت مصر اشتغلت معاها، كان ليا الشرف إن أنا أشتغل معاها، وكانت فعلا نعمة السند والأم، احتوتني اتعلمت منها كتير، كانت حنينة، يعني كانت إنسانة بمعنى الكلمة، كانت محبة للخير، معطاءة، كريمة. الله يرحمها يغفر لها يجعل مثواها الجنة. هي أكيد في مكان أحسن في الجنة ونعيمها إن شاء الله. لسه كان دكتور أشرف زكي بيتكلم على إنها يعني طلع على إيديها ومعاها أجيال كتيرة من الشباب طبعا ومن النجوم، وأنت كان ليكي حظ ونصيب اشتغلتي معاها زي ما بتقولي دلوقتي في بداياتك، ويمكن من كلامك عايزة بس إيه، ويمكن آخر أعمال الفنانة سهير البابلي أنت كنت موجودة فيه، لو قلب حديد صح؟ قلب حبيبة مصر. حبيبة. طيب هنا كلميني على المستوى الإنساني، يعني فنانة بالقيمة دي وبالتاريخ ده، لما إنسانة تشتغل مع يعني لسه فنانات يعني بالنسبة لها في يعني أنا كنت في بدايتي، وكنت يعني كانت بتقول لك إيه أو بتتكلم معاكي في إيه، بتنصحك يا بإيه، تفتكري إيه؟ اتفضلي. بصي، أول حاجة هقول لك عن حنيتها، مش بس معايا، مع كل اللي في اللوكيشن، الصغير الكبير الممثل، أي حد بيشتغل في اللوكيشن، هي كانت بتسأل علينا كلنا، عايزانا كلنا نبقى مبسوطين. كانت ست محبة للفرح، كانت ست بتملى المكان اللي هي فيه بهجة، عايزة الناس كلها تبقى مستريحة. طبعا أنا اتعلمت، عايزة أقول للناس كلها، كانت معطاءة ومحبة للخير بكل أشكاله. كانت دايما تقول ربنا يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، دايما كانت تقول كده. ما تحبش تشوف أي حد زعلان، أي حد متضايق، تحب تصلح بين الناس كلها. كانت أم بالنسبة لي بصراحة، وهي أكيد يعني ما تغلاش على اللي خلقها، بس أكيد هي اختارت سيرة للفن. ربنا يرحمها ويجعل نفسها الجنة يا رب. آمين إن شاء الله يا رب. بشكرك شكرا جزيلا الفنانة جمانة مراد.